غادي نشوفوا في هذا الفيديو شمن من العقار ممكن تجيب لنا 33 مليون. واش ممكن تجيب لنا شقه بجوج ديال الواجهات في عماره ديال السكن المتوسط وبالفينيسون الفاخره، ونزيدكم بعدد ديال السكان اللي غادي يكون قليل وما يكونوش حدايا الجيران بزاف. تن قبل ما غادي ندوز باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا اللي طرحت في الاول، كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده ديالكم، شكرا بزاف على الوفاء ديالكم لقناتكم افيل. كنقول لكم معكم طارق. حتى نتوما الا كان عندكم شي عقار فانا راه الاشاره من اجل التصوير ومن اجل العمل على البيع ديالو. ترحب بكم، وغادي نبداو من الاول الامور ديالها. غادي نبدا نوريكم بعدا العقار اللي كنتواجدوا فيه كيفاش داير من برا. ان هذا هو ليطاج اللي كنتواجد فيه اليوم، عندي فيه جوج ديال الشقق، عندي وحده هنا وعندي وحده اخرى هنايا. فضلت انني نصور لكم هذه اللي الثمن ديالها، انا غادي نجاوب على السؤال، الثمن ديالها هو 330 الف درهم. كنهضر على شقه ب 33 مليون بجوج ديال الواجهات على شوارع ديال العشره، فيها الفصاله ديالها هي هكذا جات، فيها جوج ديال الغرف، مطبخ جايز من نوع ديال ام دي اف، وكاين الباركون. ثاني ديال المدخل ديال العقار كما شفتوا معايا هو هذا، دايرينو بهذا المنقوش، هذا النوع هذا ديال الابواب اللي هما منقوشين، كيجيو منقوشين باللايزر. بمساحة إجمالية كما أكدت صاحب العقار ديال 75 متر مربع، إذا في الأوراق كتكون أقل شيئا ما، المساحة الإجمالية كنهضرو على كذلك الدروج، بالكونات، ما إلى ذلك. عندنا هنايا التواليت والدوش ديال هاد العقار، جات على المدخل، هدا هو الباب، وعندنا هنا فاش كندورو قدامنا كاين الصالون من هنا كيبدا. صالون بديكورات اللي هما زوينين، كاين واحد التناسق واحد التناغم في الالوان مع الاناره ومع الصباغه، دايرين صباغه ديال الديكور. هنا كنتواجد بكم بمدينه مكناس، وكنرحب بالناس اللي كيشاهدوني من جميع بقاع العالم اينما كنتم، كنرحب بكم. كنقول لكم ما تنساوش الضغط على داك الزر ديال الاعجاب وكذلك الاشتراك. لها دايرين البلاصه فين دير التلفزيون، فين ديرها الفوق ولا ديرها لتحت. ندوزو نشوفو البقية ديال هذا العقار. عندي هنايا المطبخ، المطبخ كيما قلت لكم فيه الباركون ديالو وفيه لي بلاكار ديالو، وجات جوج ديال الواجهات دو فاساد، بلاصة فين دير التلاجة، بلاصة فين دير البوطا، وكذلك بالنسبة للشوفو والماكينة ديال الصابون راه ممكن الإنسان يديرهم في الباركون. عندو الباركون ديالو، دا هو البالكون كما كتشوفوا معايا، وجات شوكه جات دي فاصات، جات بجوج ديال الواجهات هاد الشقه هادي، شقه جايه متوله محققه، وتا التمر ممكن يكون هناك شيئا ما، واحد شي شويه ديال النقاش مع صاحب العقار. شقق اللي هما رقيقين في لافينيسيون ديالهم، كما قلت كنتواجد بمدينه مكناس على مقربه من حي ديال كاميليا، حي اللي كاين حداه مدارس، مدرسة كاينة، كاين كذلك جامع، كاين خلاص ديال البقالة، كاين متاجر البقالة، أي حاجة كيحتاج الإنسان في الحياة اليومية كاينة. واللي نقدر نقول لكم هو أن هذا الحي هذا كيعرف واحد الإزدهار من ناحية ديال البني ديالو، لأن جديد كل في التشييد ديالو هذا الحي هذا. عند الغرفة الثانية رقم جوج هي هذه. الغرفة الثانية اللي زوين فيها هي غرفة كبيرة، كذلك الغرفة الأولى غرفة كبيرة، فيها البلاكار ديالها، شوفوا معايا البلاكار، وكأنك داخل شي شقة من السكن الفاخر، ماشي شقة ديال السكن المتوسط. كما قلت الثمن اللي بصح حقيقة ثمن جد جد منافس، شقة بواجهتين ب 330 ألف درهم. وفي عمارة اللي فيها أقل عدد ديال السكان اللي هي R بلس 2، الريدويات كلهم كيهبطو بالضو د الألمنيوم، الخشب زوين، صباغة كلها صباغة ديال الديكور، دايرة هدا هو اللي كاين،
الا عجبتكم هذه الشقه هذه فما لكم لا تتصلوا بيا ولا التواصل معي عبر واتساب. حتى الا ما جاوبتش راه ممكن اعاده الاتصال بعد الاحيان كيكون هناك ضغط. تنقول لكم شكرا بزاف، كان معكم طريق. ما تنسونيش مره اخرى بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك. الى اللقاء في عقار مقبل ان شاء الله على قريب.